أول حاجة صلوا على رسول الله. العلاج الرباعي البايلرا ممتاز جدا حسب التوصيات الطبية في مكافحة جرثومة المعدة، والأشخاص اللي عندهم حساسية البنسلين أو حتى عندهم جرثومة مقاومة موجودة مش راضية تروح بالعربي. هو 4 جرعات في اليوم لازم بعد كل وجبة وقبل النوم، وصاحب بصاحب الأوميبرازول تبع المعدة بحبه لازم حبة صبح حبة مساء أوميبرازول. 18 سنة وتحت انسوا الموضوع، ما بيتاخد. في الرضاعة والحمل انسوا الموضوع، لكن المرضعة لازم تتجنب الرضاعة الطبيعية لمدة 2 يومين بعد ما تخلصي كورس البايلرة. حلو. وإذا مجمع حليب بالجهاز من اللي بيجمعوا بيخزنوا الحليب كبها الحليب. بحب كاسة المية، بحبش الحليب دوهال، وبيقلل من فاعلية حبوب منع الحمل عشان تكونوا عارفين. ولازم تكملوا الكورس 10 أيام. هذه الملاحظات مهمة، لأنه في ناس استخدموا وقال لك ما استفدت. طب أنت مشيت على النصايح هذه؟ أكيد لا. سلام.